البداية مع عناوين هذه النشرة. ما حقيقة تواجد الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين في إسرائيل؟ حجار تابع مع رئيس الجمهورية ملف عودة النازحين. الهدنة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي تدخل حيز التنفيذ. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المبعوث الأمريكي الخاص بقضية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أموس هوكشتاين موجود في إسرائيل ويتابع ملف ترسيم الحدود. وفي سياق متصل، لا صحة لزيارة موفد خليجي إلى لبنان للتوسط من أجل خفض التوتر البحري بين لبنان وإسرائيل، ومصادر حزب الله للأو تي في تؤكد أنها بانتظار رد الموفد الأمريكي ليبنى على شيء مقتضاه. والتفاصيل مع جورج عبود. موفد خليجي زار بيروت سرا لخفض التوتر البحري مع إسرائيل. تحت هذا العنوان أشارت إحدى الصحف العربية إلى أن موفد دولة خليجية زار مسؤولين من حزب الله حاملا رسالة مفيدة بأنه تل أبيب وافقت على جميع طلبات لبنان وإنما بدل الحرب وعم بتطالب بمنحة بعض الوقت من أجل إنجاز الانتخابات الإسرائيلية. مصدر مسؤول في حزب الله نفى عبر الأوتيفي صحة الزيارة المزعومة واعتبر أنها تأتي ضمن سياق الإشاعات يلي ترد يوميا عبر بعض الصحف، وأضاف أن حزب الله هو في حالة ترقب حاليا حول رد العدو الإسرائيلي عبر الموفد الأمريكي، وبناء على ذلك يبنى على الشيء مقتضاه. المصدر تابع أنه مهلة الرد حول ترسيم الحدود البحرية وبدء العمل بالتنقيب غير مفتوحة زمنيا، والحديث عن تهدئة مع العدو لا أساس له من الصحة، فالخيارات حول كيفية التعامل بهذا الملف مرتبطة بمسار التفاوض القائم حاليا ونتائجه. المصدر شدد على أنه ما في تساهل بما يتعلق بتحصيل الحق اللبناني من الغاز والنفط، وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخير كان واضح حين قال يجب أن نعمل على إظهار نقاط قوتنا وكشف نقاط ضعف العدو والاستفادة منا بالمواجهة. وانطلاقا من ذلك أكد المصدر بحزب الله عبر الأوتيفي على أهمية المسيرات يلي أرسلت باتجاه حقل كريش، كما خطوة نشر فيديو الإعلام الحربي بالحزب يلي أظهر رصد إحداثيات سفن استخراج الغاز من الجانب الإسرائيلي مع الرسالة التهديدية الجازمة بأنه اللعب بالوقت غير مفيد. نبقى على خط الترسيم، حيث أشار النائب المستقل عبد الرحمن البزري عبر الأو تي في أن إنجاز الاتفاق لن يكون قبل الانتخابات الإسرائيلية. يبدو المعلومات اللي الشبه أكيد صارت أنه العدو الإسرائيلي بده يأجل عملية البت بموضوع الترسيم لحين انتهاء الانتخابات. هل التأجيل فقط مرتبط بالانتخابات ولا مرتبط يعني بملفات أخرى؟ لذلك إذا بتلاحظي هالزخم اللي كان موجود صار فيه شوية برودة هلأ فيه. فخلينا نكون نحن متأملين إنه الترسيم هو تأجيل أو البت بالترسيم هو مرتبط بالانتخابات داخل فلسطين المحتلة أكثر ما هو مرتبط بأي مشروع آخر عند الإسرائيليين للتعامل مع هذا الملف. إذا منعتبر المسيرات هي جزء من هذا الرد الفعل اللبناني المتكامل واللي منسق مع السلطة اللبنانية، لأنه حتى رد السلطة اللبنانية بأنه هول المسيرات مش بتوقيته رد الرئيس مئاتي وزير الخارجية. نعم. وزير الخارجية والرئيس مئاتي طلعوا بيان قالوا بوقتها أنه مش مقبولة يعني هيدا الخطوة، بسموه ده اعتراض رفع العتب. لكن ما في شك أنه حركوا يعني الملف. لذلك أنا بقول أنه كل اللبنانيين صاروا بيعرفوا أنه اليوم اللي بيعترض هو ضمنيا معترض لأنه مطلوب بدوره أنه يعترض، واللي بيسكت مطلوب بدوره أنه يسكت. المطلوب حقيقة هو الوصول إلى نتيجة سعيدة. النتيجة السعيدة الجدية هي أنه نقدر نستخرج النفط والغاز وأن نستخدمه بطريقة جيدة وسليمة وأن نحمي حقوق لبنان.
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة اجتماعا حضره وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب والشؤون الاجتماعية إكتور الحجار، خصص لدرس مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة، وسوف يستكمل البحث في اجتماع لاحق. كما وقع رئيس الجمهورية 9 قوانين أقرها المجلس النيابي. وفي بعبدة التقى الوزير السابق سليم الجريصاتي في مكتبه السفير البريطاني الجديد في لبنان لمناسبة تسلمه مهامه الدبلوماسية، وكان اللقاء مناسبة للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. توافقنا مع فخامة الرئيس على نقاط كتيرة إلى علاقة بخطة العودة وبالمواقف، نسقنا المواقف على أمل أنه نكفي بالأسبوع المقبل بعض اللقاءات لإنهاء المرحلة الأساسية والتوافق على المرحلة الأساسية بموضوع عودة النازحين السوريين. السفير السوري وضح لكلام أدلى فيه وزير الخارجية لإحدى الصحف، وعملية التوضيح هي عملية طبيعية، يعني أكيد اليوم في مواقف هي متكاملة، مرات بتكون متناقضة مرات بتكون متكاملة. بالطبع أبدأ رأيه وزير الخارجية بنقطة معينة وجرب السفير السوري يوضح، يعني هيدي مواضيع طبيعية وبسيطة بس ما لها علاقة بعدم موافقة سوريا أو دولة سورية على عودة النازحين. لم ينقطع التواصل، يعني خلينا نقول أن التواصل لم ينقطع. هلا ما في ضرورة كل ما يصير في تواصل يكون عم ينعلن، بس أنه التواصل لم ينقطع. أول شيء سوريا هي دولة شقيقة ودولة قريبة للبنان، سوريا عندها 1.5 مليون نازح سوري بلبنان، أكيد في عنا سفارة موجودة، أكيد في علاقات يومية ما بين لبنان وسوريا، ولم ينقطع يوما التواصل والعلاقات ما بين لبنان وسوريا، أبدا أبدا ما نقطع. تأثير استمرار إضراب القطاع العام على مصالح المواطنين، في هذا التقرير لسنتيا يمين. بظل استمرار إضراب القطاع العام باستثناء بعض الإدارات يلي أعلنت تعليق على الإضراب، تعطلت مصالح المواطنين وتعرقل مع عمل المرافق العامة وازدادت حالات الرشاوة لقاء تسيير أمور المواطنين، وانتشرت بسرعة كبيرة ظاهرة معرف بالدليفري بالفريش دولار يلي بيدفعه المواطن للموظف لقاء تسيير أموره بظل الإضراب. معلش أنا بدي أحكيها بكامل صراحة أمام الرأي العام اللبناني، مش على أساس في إضراب مفتوح وإز صار في دليفري شوي، انت على اساس مقضرب تعا خد $500 نزال افتح لي وسوي لي معاملتي، شو هذا شو، لوين بوصلنا، لوين بياخدنا، هيك هاي صورة الإدارة، هاي الصورة اللي بدنا ندافع عنها بالقطاع العام. ومع استمرار الكباش بين القطاع العام والسلطة بيبقى الضحية هو المواطن وحقوقه، فشو هي أبرز الخدمات للمواطن يلي تعطلت من جراء إضراب القطاع العام؟ اليوم كل اللبنانيين تضرروا من إضراب القطاع العام بدرجات مختلفة، لكن بشكل خاص اللي عندهم معاملات بالأحوال الشخصية من ولادة طلاق زواج أو وفاة، اللي عندهم معاملات بتسجيل سيارة أو دفتر سواقة، اللي عندهم تصديق معاملات بوزارة الخارجية أو وزارة التربية، اللي عندهم معاملات بالدوائر العقارية، وبالتالي كانت الدولة بحالة شلل، وفينا نقول أنه كل اللبنانيين تضرروا بهذا الأمر. كمان ما فينا ننسى التأخير اللي كان عم يحصل بعملية الاستيراد والتصدير نتيجة الإضراب اللي عم يشهده القطاع العام. بشكل عام فينا نقدر كمان أنه هذا الإضراب العام كانت كلفته المباشرة على الدولة يوميا نحو 12 مليار ليرة، أما كلفته غير المباشرة على كل اللبنانيين فما في حدا عنده رقم بيقدر يقدر، لا شك أنها خسارة كبيرة. الهدف الأساسي للقطاع العام هو تسيير المرافق العامة، لكن بظل الشلل يلي عم تعيشه إدارات ومؤسسات الدولة اليوم بفعل الإضراب المستمر، تم ضرب هالهدف ليحل مكانه ابتزاز ورشاوة وتفلت واضح بدون لا حسيب ولا أي رقيب. لجنة الصحة برئاسة النائب بلال عبد الله استمعت من وزير الصحة فراس الأبيض إلى توضيحات حول الخطة التي تقدم بها. أعتقد الخطة الموجودة اليوم اللي طرحها معالي الوزير واللي من الممكن أن يبدأ تنفيذها بشهر أيلول المقبل قادرة على الأقل أن تعطينا فرصة أمل قريبة نقدر نمرر هذا الوقت المتبقي
لحين خطة التعافي الاقتصادي وإعادة إطلاق عجلة اقتصادية للبلد لإعادة إنعاش هذا القطاع. بموضوع الدواء طبعا هيدا وخاصة أدوية الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية، نحن كنا أعلننا قبل عن أنه موضوع المكنني اللي حيساعدنا كثيرا في ضبط يعني هيدا توزيع الدواء، وخاصة نحن كتير الأيام عم بيصير في ملاحظات على أنه عم بيصير في سوء استعمال بموضوع التوزيع، وهيدا حم ينتج عنه أيام موضوع تهريب أو موضوع تخزين أو سوء استعمال لهيدا الدواء. نحن بهيدا النطاق وزارة الصحة كانت عم تشتغل على عدة مشاريع مكنني، هيدي المشاريع خلصت. نحن خلال هالأسبوعين ثلاثة عم نعمل تدريب للمستشفيات والمراكز الصحية اللي عم بتشارك وزارة الصحة بتطبيق هيدا الموضوع، وإن شاء الله بشهر أيلول حيكون المواطنين اللي عم ياخدوا هالأدوية هاي بلش يفوتوا بدورة المكنني. طبعا نحن نتأمل أنه هيدا حيساعدنا كتير مثل ما قلنا بضبط هيدا الملف وتوفير عدد أكبر من الأدوية. تعقيبا على اقتحام معمل بولس قرقش نهار السبت الماضي من قبل بعض المواطنين من اقليم الخروب، اوضح رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ان الحل لا يكون باقتحام مرفق عام ما زال يعمل وينتج كهرباء وقطع الكهرباء عن بعض المناطق لا سيما منطقة جزين، بل بايجاد تمويل لانشاء خلايا جديدة تؤمن توزيع اوسع، اذ ان المشكلة تقنية صرف وهي بعيدة كل البعد عن الطائفية والمناطقية. واضف الى ذلك ان الخطوط الحالية تواجه مشكلة انقطاع مستمر بسبب الضغط الزائد عليها. وشكر حرفوش تجاوب المراجع السياسية في الشوف وسحب المتظاهرين وإعادة تشغيل المعمل، كما قدر وشكر جهود كل من مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني على تعاونهما في سبيل الاستمرار في إنتاج وتوزيع الكهرباء على مناطق جزين. وذكر أن المعمل الكهرومائي يتغذى من مياه الشلال وبحيرة القرعون، وهو واقع في قضاء جزين على تخوم الشوف، وهو يزود قضاء جزين بالكهرباء منذ إنشائه أي منذ سنة 1964، ثم تم إضافة مناطق أخرى له لاحقا. نهاية النشرة، ولكن للمزيد تابعوا على الـ OTV عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.